في ذكرى وفاة الشاعر محمد عبد الباري الفتيح، ما هي إسهاماته الشعرية والفنية في الساحة الثقافية؟ وهل تم توثيق أعماله وتخليدها في الذاكرة الوطنية والشعبية؟ ولماذا لم ينل الشعراء والأدباء اليمنيون حظهم من الاهتمام والشهرة على المستوى المحلي والعربي؟ أهلا بكم. يصادف اليوم الذكرى السابعة على رحيل الشاعر والأديب محمد عبد الباري الفتيح، والذي وافته المنية في العام 2013 بعد صراع مرير مع المرض. يعد الشاعر الفتيح من أبرز الشعراء الغنائيين الذين برزوا بعد ثورة 26 من سبتمبر، والذين كان لهم بصمة واضحة في الفن والتراث اليمني. صدر للشاعر الفتيح ديوان مشقر بالسحابة وديوان الوصية ونقوش في جوف الصخر لم يطبع بعد. وغنى للفتيح العديد من الفنانين اليمنيين أبرزهم عبد الباسط عبسي وجابر علي أحمد. لكن كثيرون يرون أن الفتيح كواحد من الأدباء والفنانين اليمنيين تعرضوا للتهميش والتجاهل من قبل السلطات المتعاقبة. فهل سيستمر التهميش حتى في عصر السماوات المفتوحة اليوم؟ سلام من جماهير التي من جماهير هنا يقظت تتحرر من الطاغوت ممن فتحوا لوجودنا متجر. محمد عبد الباري الفتيح، بعد 7 أعوام على الغياب لا تزال ذكراه عصية على النسيان. الفتيح المولود في 1938 في ريف تعز، يعد أحد أبرز رواد الشعر الغنائي ومن أوائل مؤسسي اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين. ورغم حضوره في وجدان اليمنيين من خلال الأغاني التي حملت قصائده على بساط المحبة، إلا أنه ظل مغيبا طيلة حياته، وحين حضر كان جثمانا على أكف محبيه. الشاعر الذي أبجد العشق وشقر أيام المحبين بالسحاب، لا توجد له أمسية شعرية ولا تسجيل صوتي لقصائده في الفضاء الإلكتروني، بما في ذلك الموسوعة الإلكترونية ويكيبيديا، التي لم يكن له من حظ فيها سوى سطر واحد عرف به. يرى كثيرون أن غياب التصنيف والتوثيق وكذلك غياب القاعدة المعلوماتية للشاعر الفتيح ولرواد الأدب والفنون في اليمن لا يرجع لعدم اهتمام المؤسسات الرسمية وحسب، بل ولغيابها شبه التام عن الفضاء الإلكتروني. الفتيح كان أحد أبواب تعز الفنية ودربا لسبر وجع الإنسان الذي تنازعته الأرض والاغتراب. عبر عن ناسها بلغتهم القريبة من أحزانهم وأشواقهم وهم يحرثون يوميات الغياب، فكانت هذا المزيج العصية عن الاندثار. خلك مع أخوان تهب قربة عام، خلك مع أخوان تهب قربة عام، مش مثل ياتجار معكوس عالقم، مش مثل ياتجار معكوس عالقم، ساكن بحالي بس ربي أعلم، ساكن بحالي بس ربي أعلم. كلماته حملها الفنان عبد الباسط عبسي عابرا حواجز الغياب إلى سدرة اللهفة، كاشفا عن حاجة المرأة التعزية المواشاة بوجع الاغتراب وحنين الأرض. حتى الطيور قد ملت الأوكار، ما عد بقى لا مناجي دمعك الأنهار. حملت قصائد الفتيح العامية الكثير من الدلالات الإنسانية لبيئته التي هاجر معظم رجالها، مخلفين وراءهم آثار الفرقة التي امتزجت بآلامها وأحلامها، فصهرت روحه العاشقة بهذا الشجن البديع
والفوضى الوجدانية التي شكلت أبرز ملامح شعر الراحل الفتيح. لينش تسافر وعن داليب تذر شبابك ورونقه تحيب كم من فلا قديب وأكرك الوحشة تسحقه. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الأستاذ عبد الخالق سيف مدير عام مكتب الثقافة بتعز عبر الأقمار الاصطناعية، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. بداية مساء الخير أستاذ عبد الخالق. مساء النور ومساء الذكرى التي فعلا تشعل في القلب مشقرا من وجع يليق بهذا القامة الكبيرة. بداية ذي بدء، أنا أنقل كل التعازي والمواساة لكل عشاق ولكل محبي المشقر بالسحابة الراحل العظيم محمد عبد الباري الفتيح، لأسرته خاصة ولكل جمهوره عامة. هو صوت المحبة، كان صوت الشجن، صوت القصيدة التي تتفتح ببساطتها وتؤرق كل المثقفين. رحم الله الفتيح الخالد في قلوبنا، وأسعد الله أوقاتكم بالخير والمحبة. أسعد الله أوقاتك أستاذ عبد الخالق، ورحمة الله تغشى المرحوم الشاعر الفتيح. وبداية نود أن تضعنا في أبرز أو في صورة أبرز إسهامات الفتيح الشعرية. الفتيح حتى وإن لم نقرأ سيرته ونحن نعرف من هو ومن تاريخه، نجد أنه يتسرب بين ثنايا كل عمل إبداعي، ونعرف فيما بعد أنه للفتيح. سأتحدث عن نفسي. عندما شاركنا في مهرجان القاهرة، في مهرجان مسرحي، كنت أتذكر تلك المقدمة التي بدأنا بها مسرحيتنا ونحن نشارك في مهرجان انتفاضة حتى النصر. عندها صدح المخرج والأستاذ والفنان القدير أحمد جبارة من وراء الكواليس وهو يقول: هاجس اسعفني بترديد الحكاية، قصة الناس اللي أحبوا الأرض من بدء البداية، عاشوا مثل النخل وقوف رغم طغيان الظروف. لم أكن أعلم في وقتها، وهي ربما في 2003، لم أكن أعلم أننا ابتدأنا هذا المخاض الثقافي الفني بقصيدة الأرض للراحل العظيم الفتيح. الفتيح فاكهة ثقافية كبرى تناولتها تعز، وتناولها الوطن، وتناولها كثير من المثقفين، وهم يحملون امتنانا وتقديرا لهذا القامة الكبيرة الذي ظلم حيا وميتا، أشرق كثيرا لكنه عندما انطفأ لم نحافظ على لماذا أستاذ عبد الخالق ولا ذلك الضوء. ونحن نستمع لحديثك الشيق عن الراحل، يعني هناك علامة استفهام كبيرة قفزت، لماذا لم يأخذ حقه لا في حياته ولا في مماته؟ ربما أن هناك كانت منظومة، أنا أضيق أن أتكلم بصيغة المناطقية نوعا ما، لكن كان هناك نوع من تسليط الضوء. لم تكن القنوات الخاصة مثل قناة بلقيس وكثير من القنوات موجودة في ذلك الوقت ربما لتتعامل بحيادية أو تتعامل بإنصاف مع كثير من القامات. كان هناك لون واحد، صوت واحد، تركيز أيضا على ثقافة معينة. طبعا نقل ونحترم كل رموزها، لكنها جاءت على حساب كثير من مبدعي تعز، من مبدعي عدن، من مبدعي حضرموت. ترك الأمر لنا كمثقفين ومبدعين أن نجتهد ونسلط هذا الضوء. لذلك نحن نتألم، لماذا لا يوجد توثيق ولا مقابلة في العهد السابق للفتيح، لعبد الله عبد الوهاب نعمان، لكثير ممن تشكروا وأشرقوا وكانوا وجدان وضمير تعز، عدن، إب، مأرب، حضرموت، لاحق، الضالع. تعرض كثير من هؤلاء المبدعين لإقصاء وتهميش متعمد، وكأنه لا صوت يعلو على صوت إرادة
الحكم السابق والمنظومة السابقة، وكما أسلفت لا نستهدف هؤلاء النجوم والمبدعين، ولكن نحن نعمل مقارنة. نجد أيضا أن طريقة إدارة الحكم برمتها كانت مجنونة، كانت طائشة، كانت قائمة على تهميش الثقافة. أعتقد أنها عدو كبير للاستبداد، للنظام العائلي، لكل الأشياء القبيحة. ولذلك الأصوات الثقافية التي أشرقت وتشكرت بالسحابة لم يكن لها أي مساحة تستحقها، وكان يجب أن 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 تغيب هذه الأصوات، ومن ضمنها الفتيح، وأن يهمل حيا وميتا، ويتعرض أيضا هو وأسرته لكثير من الظلم. ما زالت أوتار معاناة هذه الأسرة لهذا الراحل، ربما سنتناولها في سياق هذا اللقاء لنخبركم مدى هذه الفداحة التي وجدت. لكننا نتمسك بالأمل ونشعر أن النظام الجديد يجب أن يطلع. النجاح لا يعني نجاح في إدارة الطريقة السياسية فقط لا غير، هناك نجاح يجب أن نلمس إيجابيته على كل الأصعدة، ومن ضمنها الصعيد الثقافي. يجب أن يتم الاهتمام بمن هم على قيد الحياة، وبمن فارقونا ولم ينالوا لا التقدير ولا الإنصاف. ما الذي يؤخر ذلك أستاذ عبد الخالق؟ نعم، ما الذي يؤخر ذلك؟ يعني لماذا يتم الالتفات للفتيح الآن وأنت أحد الأصوات الشابة التي تعي؟ ما الذي قدمه الفتيح وما الذي يجب أن يقدم له؟ أنا إذا إن تحدثت عن نفسي، أنا أتمنى لو كان عندي الإمكانات الكبيرة كنت لن أتعب هذه الأسرة. كنت بكل تقدير واحترام وأشعر أن هذا واجبي كمدير عام لمكتب الثقافة في تعز أن أبني له بيتا أو أن أعيد بناء بيته من جديد، وأستعيد أسرته الكريمة من عدن، وهي التي تعاني هناك من مشاكل عدة، لتعود إلى تعز، إلى بيته التي نهبت، إلى منزله الذي دمر بفعل آلة الانقلاب الحوثية، وأعدتهم مكرمين إلى هنا. ما ينقصنا هو أن المشكلة برمتها هي منظومة حكم متشظية، حالة حرب، انقلاب، شرعية، كثير من السلبيات تجدينها. الوطن يتشظى، ما زلنا في حالة حرب، وما زالت العقول الغبية ترفع شعار أن هناك أولوية. هذه الأولوية تقفز على الجانب الثقافي، ويقلد بها كثير من المثقفين، ويتعذب بها كثير من أسر هؤلاء الكواكب التي أشرقت في حياتنا. أنا أحمل كثير من الآمال، وأتحرك على كثير من الأصعدة، وأصعد في مثل هذا الأمر. البارحة أوصلت، وما قبل البارحة أيضا أوصلت، سواء في السلطة المحلية، في وزارة الثقافة، في الحكومة، هذه القصة المؤلمة عن الفتيح. حتى القدير شوقي أحمد هائل نقلنا له هذه المعاناة لهذه الأسرة. لا نريد أن نستجدي أحد من أجل أن نساعد أسرة الفتيح، يجب أن نقوم بهذا الواجب دون أن ننتظر من أحد أن يقيم حملة تضامنية، أن يطلق هاشتاج. ولهم أيضا، هؤلاء أنا أقصد لهم كل الشكر على هذا الأمر، لكن الصورة الطبيعية أن تنال أسرة هذا العظيم وأسرة أيوب، أسرة منى علي، أسرة الفضول. نعم أستاذ عبد الخالق، هناك بعض الخطوات أو الإجراءات. تعلمين تفضل. تفضل. أنا أتحدث عن نفسي في مكتب الثقافة، أنا أتمنى طبعا هو الأمر أيضا وزير الثقافة أيضا متعاون بشكل كبير جدا. أخبرتك مسبقا أن هناك مشكلة على مسألة منظومة الحكم، رأس الحكم ما زالوا
في حالة تشظي، في حالة شتات، يعانون مشاكل كثيرة من الأصدقاء ومن الأعداء ومن كل من حولهم، ولذلك هذا ينعكس على كل الوضع القائم في البلاد اقتصادا، سياسة، ثقافة، إبداعا. ما زلنا نعاني وسنظل نعاني حتى نستطيع أن نطرح أيدينا على مكامن الجرح الحقيقية ونداويها بإنصاف وثقة، ولكل شيء أولويات. بالتأكيد أن الفتيح كما أسلفت يستحق هذه اللفتة الكريمة من وزارة الثقافة، من السلطة المحلية، من الحكومة، من الدولة، بدون أن يكتب أحد منشورا أو أن يرسل هاشتاغا أو أن يبكي ويتألم على مثل هذه القامات. لكن يظل الأمل في قلوبنا. لا يوجد أستاذ عبد الخالق، اسمح لي، يعني أن هناك خطوات نحن قد قمنا بها. يعني هناك كنت أود أن أحدثك بأن هناك بعض الإجراءات البسيطة التي تظهر مدى الاهتمام بجانب الشعراء والأدباء، يعني طباعة ديوانه الثاني، عمل موقع إلكتروني على الإنترنت، يعني أشياء لا أظنها تحتاج ميزانية أو تحتاج لفترة سلام وليس حرب، يعني هناك هذا ما قصدته، فهل يمكن البدء بمثل هذه الإجراءات؟ بالتأكيد بالتأكيد هذا الأمر سيتم، وهو شيء مستحق. لديه الفتيح، لديه ديوانين، هما ديوان الوصية ونقوش في جوف الصخر كما أسلفت في التقرير. نحن في مكتب الثقافة في تعز نقوم من حين لآخر بإصدار بعض المطبوعات، بعض الكتب، بعض الدواوين، بعض الروايات، بعض الأعمال. بالتأكيد أننا نطمح وقد رفعنا خطة متكاملة بهذا الأمر لإعادة طباعة كثير من كتب كبار الشعراء والأدباء والقاصين المسرحيين المبدعين النقاد لتعز. وزير الثقافة تفهم هذا الأمر ووعدنا أن ذلك سيتم من ضمن مشروع 100 كتاب التي اعتبرتها وزارة الثقافة، ونعتبرها نحن أيضا أحد المشاريع الكبيرة المهمة في هذا الأمر. نعول كثيرا على أن تصلنا هذه المسودات الأدبية لهؤلاء القامات، وبإذن الله سنجتهد كثيرا حتى ترى النور ويبتسم المشقر بالسحابة، وكثير من مبدعين الذين رحلوا أنهم نالوا قليلا من التقدير ومن التوثيق الذي يليق بهم كثيرا بإذن الله. نعم، إذن أستاذ عبد الخالق، ماذا عن وضع الأدباء والكتاب اليوم؟ هل لا زال برأيك لهم دور محوري في تشكيل الرأي العام وتوجيه الذائقة، أم أن الأمر أصبح يعني منفلت وبيد يعني الهاوين على شبكات التواصل الاجتماعي؟ الصوت الثقافي ما زال كبيرا، ما زال مسموعا، ما زال قويا. المثقف قصيدته أو قصته، مسرحه، رسالته يتداولها كثر وتظل نبراسا هاديا بشكل رائع وجميل. فقط أخبار الحرب هي من تتصدر المشهد بشكل قبيح، ولذلك غبار الحرب هو ما يحجب الرؤية عن كثير من هذه الإبداعات. المبدعين في ظل الحرب وفي ظل كل الإشكالات القائمة ما زالوا يقفون على أقدام تنزف، أجسادهم أيضا نالها التعب، الإرهاق، نالتها شظايا الحرب ورصاصه. كثير من القصص مؤلمة لكثير من المبدعين، تعرضوا لكثير، قنصا، ألغاما، قذائف تصلهم إلى بيوتهم، موت بأمراض سرطان، مشاكل كثيرة. الوضع النفسي أيضا ينعكس، لكن مع ذلك تجدين أنهم يتمسكون بالأمل، أنهم يواصلون إرسال الرسائل التي تتمسك بالحياة، بث الحياة، بث الأمل. هم فعلا جبهة متكاملة، جبهة ثقافية متكاملة من ضمن الجبهات التي نعول عليها كثيرا لخلق التوازن النفسي. أصبحت أرواح الناس في الحضيض،
الحرب فعلا جعلت هناك غيمة سوداء تسكن أرواحنا، تسكن عيوننا، تسكن قلوبنا، آلمتنا كثيرا، ومع ذلك تجدين كثيرا من الأعمال التي ما زالت مزهرة وأزهرت خلال الحرب، وكل إرهاصاتها تنادي بالحياة، تتمسك بالأمل، تقول أن غدا سيكون أجمل رغم القبح الذي نعيشه اليوم. إذن شكرا جزيلا لك عبد الخالق سيف، مدير عام مكتب الثقافة بتعز، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من هناك. وينضم معنا عبر الهاتف الكاتب والشاعر محمد عبد الوهاب الشيباني من صنعاء. مساء الخير أستاذ محمد. يا مساء الأنوار، مرحبا أختي آسيا. أهلا بك أستاذ محمد. يعني ونحن نتحدث عن إسهامات الشاعر الفتيح، أود أن أسمعها منك، خاصة يعني التأثير الفني في قصائده على الساحة الشعرية. الحديث عن الشاعر محمد عبد الفتيح حديث ذو شذوذ كما يقال، وأيضا حديث قد لا يفي الرجل حقه. منذ 7 أعوام غادرنا مكلوما، تنكر له الجميع. أبو مطر يعد ليس من وجهة نظري أنا، وإنما أيضا من دارسي وقراء شعر العامية في اليمن، واحدا من الآباء الكبار لقصيدة تمرد الشعر الشعبي في اليمن. حتى تلك النصوص التي كتبها ووجدت طريقها إلى أصوات المغنين ودندنات الملحنين لم تخلو من تمرد على القوالب الجامدة في النصوص الغنائية. كلنا سمع مثلا قصيدته وقمر غرب، قصيدة متمردة. الأستاذ حمد الفتيش يجسد من وجهة نظري واحدة من أوضح الحالات وأكثرها تعيينا بحضوره كإنسان ورؤيته كفنان. عاش من الزمن 7.5 عقود، مات عن 75 سنة، أمضى أكثر سنينها معجونا بطين البسطاء. حمد الفتيح طبعا عاش فقيرا لكنه غني بمبادئه كإنسان، عاش وعمل في مهن بسيطة لكنه أيضا كان يقدم صورة أخرى للحياة المختلفة. يلتقط أشعاره من قلب الحياة وتشعباتها الضاقة والتي تتحول إلى مزحة كبرى، فكوارثها المفجعة كوارث الحياة لا تستوجب منك قراءة قصائده سوى الاحتجاج بصوت مرتفع. أما مبهجاتها وسلوانها فيمكن أن تختزل إما في قصيدة قابلة للتلحين والغناء، يهجل بأبياتها ويرقص على إيقاع كلماتها البسيطة مثل صاحبها، أو أن تستكين كنتف في قعر المسكوت عنه والمغيب. محمد الفتيح المعروف كشاعر غنائي وقصائده وجدت أو وصلت إلى حناجر الفنانين ودندنات الملحنين، أيضا شاعر متمرد له من النصوص التي تتداولها الألسن، وهي نصوص تحفر فيما لا يقرب لجهة العيب والمحرم كما يقال، نصوص كثيرة. ما لم يقرأ وما لم ينشر من شعر الفتيح أيضا بجودة عالية من قصائده التي غنت والتي تداولها الناس. التوقفات والإشارات لن تنتهي أمام عشرات النصوص والومضات الشعرية الجادة والساخرة التي استشرف الفتيح ما سيكون عليه الحال بحدث الفنان والرأي الملهم. الفتيح مثلا قبل ثورة فبراير بسنوات طويلة قرابة 1.5 عقد كتب قصيدة طبعا غير منشورة الآن،
لم تدخل ضمن ديوانه المطبوع الوحيد المشقر بالسحابة والذي صدر عن اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، وكان لي شرف كبير بمتابعة هذا الديوان والمساهمة بإخراجه للنور بعد عشرات السنين من تجربة المفتيح. هذه القصيدة التي تنبأ بها مثلا بثورة فبراير، قال فيها: قال المتيم بأرضه ما يجبر الكسر جابر، غير ثورة اليأس في الناس لما تموج في الشوارع غضب وطوفان جوابع بأردى زمن ترفع الرأس. مهما الياس اكتسى هذا الشعب المغلوب، لكنه بالتأكيد سيخرج بثورة ترفع الرأس في هذا الزمن الرديء. نعم أستاذ محمد، يعني كثير من القصص، عذرا لمقاطعتك، ولكن يعني ما نستغربه حقيقة أن العديد من الشعراء اليمنيين أو الكتاب أو الأدباء لم ينالوا حظهم حقيقة، لا من التوثيق ولا من لا في حياتهم ولا حتى بعد مماتهم. برأيك ما هي أبرز الأسباب التي تجعل يعني بلد لديها كلها هذه القامات ولا يحتفي بوجودها؟ طبعا سبب بسيط، وأنت أيضا أدرى، أنت لم تكوني في يوم من الأيام بعيد عن هذا الوسط، أن الثقافة في أولويات السلطات المتعاقبة الغاشمة هي في المرتبة الأدنى، وبالتالي هؤلاء المثقفون يبنى عليهم لاحترافهم هذه المهنة من جهة، وهي احتراف مهنة الفقر، وأيضا هي مهنة غير مرغوبة لدى الحكام، وبالتالي المشاريع المثقف تتقاطع كلية مع مشاريع السلطة المستبدة، السلطة التي تريد أن تتحكم بوعي الناس من خلال خطاب التخلف، خطاب الوهم وخطاب الزيف، على حساب الخطاب الحقيقي الذي يتبناه المثقفون الحقيقيون. لا. بمعنى كثير من المثقفين يحسبون على السلطة، هؤلاء مثقفو السلطة بالتأكيد يروجوا لخطاب الاستبداد وخطاب غير أولئك المثقفين الذين يتبنوا خطاب التمرد، الخطاب الساعي للتغيير والتحول في المجتمع، وبالتالي كل هؤلاء المثقفين الذين يقفون في هذا الصف هم بالتأكيد مغضوب عليهم باستمرار. الفتيح نموذج وحالة مجسدة لهذا الشاعر الذي لم يكن في يوم من الأيام جزء من خطاب النظام، جزء من صياغة مشروع الحكم مثلا بهذا المعنى، وبالتالي عانى الأمرين قبل موته بسبب أمراض مزمنة وعدم رعاية، فمات مكلوما قبل 7 سنين من الآن. نعم رحمة الله عليه. وبالتالي لا تنتظري. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ محمد عبد الوهاب الشيباني الكاتب والشاعر، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء، وينضم معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز الأستاذ نبيل الحكيمي رئيس اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين محافظة تعز. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور عليك وعلى المستمعين والمتفرجين والمشاهدين الكرام. نعم، دعني أبدأ معك أستاذ نبيل من حيث انتهيت مع الأستاذ محمد عبد الوهاب الشيباني، وهو كان يحدثنا يعني عدم حصول الأدباء والشعراء على حقهم في الحياة، وأود أن تحدثني أنت يعني باعتقادك، هل تعتقد أن الفقيد حصل على حقه في التقدير والاهتمام من قبل الدولة والمجتمع؟ شكرا جزيلا لك في البداية ولهذا البرنامج الذي يسلط الضوء على واحدة من أهم
قضايانا الثقافية والفكرية، والتي أنا أسعد جدا أن أكون ضيفك وضيف الإخوة المشاهدين للحديث عن قامة سامقة، قامة بحجم الوطن كما يقال، محمد عبد الباري الفتيح. أما بالنسبة لسؤالك، الشعراء في المجمل هم قبيلة صعبة، وهم يشعرون بأن حظهم من الدنيا دائما هو الدون، أنهم لا يلقون حقهم في الكثير من المجتمعات، ناهيك عن المجتمع اليمني. هذا المجتمع التي تكالبت السلطات لحماية نفسها ولتلميع نفسها، ولو نظرت أي سلطة في المجتمعات المتأخرة، خلينا نقول مجتمعات العالم الثالث، لو نظرت السلطة بأن هؤلاء الشعراء أو هؤلاء هم الذين يحببون الناس في الوطن، هم الذين يحببون الناس في السلطة، في الرئيس، في المسؤول، في الأرض، في إلى آخره، كان يجب أن يعطوا حتى بمقابل، لا يعيشوا كمتسولين لكي ينالوا بعضا من رضا الحاكم الذي يكون المثقف هو خصمه الأول. هناك قاعدة: من يقود الآخر، هل المثقف أم السياسي؟ والرئيس بشكل عام أو بالمجمل لا يكون مثقفا ولا يريد أن يقوده المثقف. نعم. محمد عبد الباري الفتيح أحد أهم هؤلاء، رجل شارك في التحضير لثورة 26 سبتمبر مع طليعة من الشباب في الجنوب في عدن، وصعد إلى تعز قبل 5 أيام فقط من قيام الثورة. يبدو أنه كان تزامنا ليس عشوائيا، لكنه كان بقصد وساهم في الثورة هنا، ثم بعث إلى القاهرة ضمن أول دفعة كضابط، وهو غير عسكري، لكنه بعث ضمن دفعة للتدريب على بعض الأعمال العسكرية أو بعض القيادات إن صح التعبير، ليعود إلى وطنه، وعاد ولم يتبوأ شيء، لأنه رجل حر وليس من حملة المباخر ولا من أبواق السلطة. ثم عاد إلى عدن وشارك في ثورة 14 أكتوبر أيضا، وكانت تربطه علاقة حميمية بمناضل آخر هو أحمد محسن سلام، وآخر هو الشرقبي عبدو سلام الشرقبي، هو كاتب، وأيضا كان هو عندنا هنا في تعز كاتب بالجمهورية، مجرد كاتب، كان زي ما يقولوا كاتب على باب الله أو كاتب يرحم الله. لكن محمد عبد الباري الفتيح حاول أن يقاوم وأن إلى آخره، إلى أن توفاه الله ولم تنظر إليه هذه السلطة. كان رجل شاعر مقل هو في الحقيقة، لكن إقلال الفتيح كان ميزة وليس عيبا، لم يكن ينأى بشعره وبفكره وثقافته عن مجمل القضايا والأحداث القومية التي تشكل مادة خصبة لأي شاعر يتفاعل معها، وكان الفتيح متعامل مع هذه، إضافة إلى تعامله مع وجدانه كشخص، لكنه كان مقل، أغانيه مع الفنانين ليست بالكم الذي كنا نريده، وكان يتأفف ويتعفف من أنه يطلب فنان يجي له أو أن يكتب لفنان واحد أو إلى آخره. كان رجلا عصاميا، وكان على المستوى السياسي بطلا محنكا إذا جاز التعبير، على المستوى الاجتماعي رجل أوجد أسرة وأنشأ أسرة وأحسن تربية أبنائه، ابنه الكبير مطار في رابعة تسويق وموقف، موقف الآن بحكم ظروف الحرب وإلى آخره، وهو من أحب الناس إلى قلوب الناس. مطار محمد الفتيح أنا أبعث له بتحية عبر هذا البرنامج، وأتمنى أن كنتم تستضيفوه لمعرفة بعض الأشياء التفصيلية. حكاية دواوين الفتيح طبع ديوان واحد عنوانه مشقر بالسحابة، وهناك ديوان آخر عنوانه الوصية،
الوصية والنقش في جوف الصخر. نعم. هذا معد للطباعة وسيطبع على حساب مجموعتها لسعيد النعم، بادر الأستاذ علي محمد سعيد. جميل. رئيس المجموعة بطباعة هذا العمل، كما بادرت هذه المجموعة أو هذه الأسرة الكريمة بأن كانت تدفع راتب للأستاذ محمد الفتيح وعبد الله حجي سبيت وآخرين، ما يهمون هنا هو الفتيح. لكن نعم، من منظور الشخصي يعني أنا أرى بأن قيام هذه الأسرة الكريمة بهذه الأعمال هي تواري سوءة الدولة للأسف. نعم، لكن أستاذ أستاذ نبيل، يعني نعرف أن معظم الأدباء والفنانين اليمنيين مهملين، برأيك أنت كيف يمكن يعني تخليد ذكرى من رحلوا وتكريم من بقي منهم؟ هو اللي بيدنا. نعم. أن نسعى، وأن أنا على فكرة واحد من مجموعة طبعا سعينا إلى تكريم الفتح في حياته، والتقطت مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة هذا الخيط وكرموا، حضرت أنا تكريمه وقرأت ورقة كتبها الأستاذ محمد عبد الملك أنعم، وكان يوما جميلا لطيفا. لكن التكريم لم يكن بحق محمد عبد الباري الفتيح، خلينا نكون صراحة واقعيين. ومن يوم التكريم أنا برضو صعدت للمنصة وتحدثت عن الفتيح وتحدثت إلى الدولة وطرحت ثلاثة أسماء وقلنا لهم بالحرف قبل أن يموتوا، وطرحت محمد عبد الباري الفتيح وأيوب طارش عبسي وأحمد القابري الشاعر الذي لا زال يعاني من الأمراض، وطالبنا بأن يكون تكريمهم تكريما يليق بهم، لا تكريم متسولين، ولا هم أصلا لا يطالبوا ولا يريدوا، لأنهم أناس يتعففون عن مد اليد ويتعففون عن استرضاء الآخرين لطلب بعضا من حقوقهم. لكن كنا في وادي والدولة في وادي، ولا زلت أطرح بتكريم الفتيح وتكريم أيوب طارش والقابري قبل أن يموتا. كلام واضح. أتمنى أن يجد آذان صاغية ويكون تكريم لائق، أقل شيء يشتروا له بيت. يعني نحن نشوف يعني أموال الدولة وأموال الثقافة عارفين فين تروح، قادرين يعني هذه أمور بسيطة للغاية، ونطالب وأن نشارك في هذا التكريم. نعم، ليست بالأمور الصعبة على دولة ويعني ما يفترض به أن تقدمه حقيقة. إذن أستاذ نبيل، برأيك لماذا تدهور حضور اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، أصبح يعني في حكم المختفي تقريبا؟ هو بالنسبة لاتحاد تعز، نحن أو أنا الآن أترأس لجنة تحضيرية أنا أسميها هكذا، اجتمع الأدباء ولم يقل واحد منهم لا، ولم يقل واحد منهم لماذا، فوضعوني في هذا الموقف الصعب وعلي أن أتحمل هذه الثقل التي زادتني طولا على ما أنا عليه للأمانة. لكن نحن نبحث عن آخر سجل للجمعية العمومية، أنا لا يمكن أن آتي وعمل وطرح علي هذا الموضوع، أطرح يعني انتخابات وأفوز بها وأروح أستلم ميزانية، هذا كلام أنا لا أقبله على نفسي، أنا لم أقبله وأنا في ريعان شبابي، لا يمكن أقبله وأنا في 60 سنة إطلاقاً، كما لا يمكنني أن أعتمد على داعمين أشخاص أو على منظمات. ما فيش حد يا أختي أو يا بنتي، ما فيش حد حيدعمك لسواد عيونك أو لأنك يعني بلغ الشيء من كيعتي، لا، لكن سيدعمك لشيء، وأنا لا يمكن أن أقدم هذا الشيء الذي يريدونه. أنا أريد ميزانية الاتحاد من الدولة، وهناك موارد أخرى أنا سأبحث عنها وسأعلق الميزانية أمام الله والناس أمام كل الأدباء. أنا لم آتي لكي أحل مشاكل واحد سقف بيته فلت، واحد يشتري سيارة، واحد يشتري مش عارف إيش، لا، هذه ليست من مهام عملي. أنا أبحث عن سجل كشف آخر جمعية عمومية لأعمل انتخابات يترشح فيها من يريد ويفوز من يستحق الفوز. لا يمكن أن أعمل مثل أخواننا في الجنوب فجأة رفعوا شعار اتحاد أدباء الجنوب، واتحاد أدباء الكتاب اليمنيين هو أول مؤسسة وحدوية سعت وناضلت وعملت على توحيد البلد. نذكر كلنا عمر القاوي ومواقفه وما حصل له وما فعله. عودة إلى
الأستاذ محمد عبد الباري الفتيح. نعم. إذا أمكن، إيش رأيك؟ تفضل تفضل. لو سألتك بس يعني تحكي لنا عن أبرز موقف شخصي حدث بينكم أو شيء يعني دائما ما تتذكر به المرحوم الفتيح. كثيرة هي المواقف. أنا عشت مع أستاذي محمد عبد الباري الفتيح فترة يعني أكثر من إيش نقول 10-15 سنة يعني، طبعاً بشكل مش بشكل متلاحم لكن كانت فترات متقطعة. وأذكر في إحدى المرات يعني أنا قرأت مكتوب على العقد الشعب اليمني العظيم، قلت له أستاذ محمد هل الشعب اليمني عظيم بالفعل؟ إيش رد علي؟ قال يكفيه أنه لا زال عايش. فكانت إجابة في الصميم يعني هذه واحدة. وما زالت إلى الآن يعني الثانية طلبت منه أن أتحدث في تأبين. نعم وما زالت هذه الكلمة يعني صادقة حتى الآن، يعني يكفي هذا الشعب عظمة أنه ما زال يعيش. ما زالت كويس أنه عايش قال يعني عظيم، لأنه على الأقل حتى لأنه عايش. موقف آخر طبعا ما كنا في تصفيات لصعود 3 شعراء من تعز للذهاب إلى مهرجان البردوني في صنعاء من كل محافظة 3 شعراء. طبعا نجحت أنا ونجح الأستاذ محمد عبد الباري الفتيح ونجح محمد المسعودي، لكن كان مصمم محمد الفتيح على أن نصعد ونقول قصائد تمثل محافظة تعز وتمثل تاريخ محافظة تعز وتمثل تاريخ شعراء تعز ومواقفهم الملحمية، لا نطلع نصعد لنمدح ولا نصعد لي. ومع الأسف طبعا هو ما طلعش رغم أنه كان ضمن المكرمين. تكريم آخر ما حدث في 2004 طبعا برضو ضحك على الدقون أيام صنع عاصمة الثقافة العربية، وحتى هو أصابته نوبة سكر الله يرحمه هذيك الأيام، أصابته نوبة سكر وزار الوزير الرويشان إلى المستشفى. ويعني تكريم لا يليق بشاعر مبتدئ، فما بالك بالفتيح. نريد تكريم يكون بملء الفم. الوزير عندما يكرم محمد الفتيح أو أيوب طارش أو الجابري أو هذه القامات هو يكرم نفسه أولا، هو يمارس عمله، هو يشعرني بأنه يستحق أن يكون وزير، لا ليست مكرمة منه وليست مكرمة من رئيس جمهورية وليست مكرمة من حزب من الأحزاب وليست هذا حق لهذا الرجل. مواقف محمد عبد الباري الفتيح والآخرين هي التي شكلت أو التي رجحت كفة الميزان لنجاح الثورات وبالتالي لتواجد هؤلاء الوزراء الذين يتقنبعون على 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 على, على رؤوس الأشهاد. هذا كلام مش صحيح. ولما طالبنا في الفترة السابقة طبعا كنا نطالب عبر الأجهزة الرسمية اللي هي مدير الثقافة مدير الإعلام إلى آخره، لكننا كنا نواجه بكراكيس أو قراقوز كما يسموهم المصريين كراكوسات، لكننا الآن يا ريت نطالب بس بدون توسل بدون شيء، لكن نطالب لأنه عندنا الأستاذ عبد الخالق سيف أنا أعرفه آخر من أعرفه من اليمنيين أنا على ما يبدو من مثقفي تعز، لكنه رجل يعتمد عليه ويثق به. فيا ريت الأستاذ توكل كرمان، يا ريت وزارة الثقافة وضروري رئاسة الجمهورية أن تشارك في تكريم هؤلاء. أنا اقترحت أن يكون هناك يوم وطني لتعز يكرم من خلاله هؤلاء قبل أن يرحلوا ثم تتتابع. هذه التكريمات لم أطالب بها لشخصي أو لأنني سأرفضه عشان يعرفوا الكلام يعني، لكن بالأخير حرام يعني هذه القامات السامقة وهذه. إذا كان محمد الفتيح في شاعر كبير ما عنديش مانع أقول اسمه العلمي شاعر كبير جدا ويقول لي هذا أستاذي محمد عبد الباري الفتيح كان يعدل وراهم وكان يسوي مسار القصيدة لبعضهم، كان يشيل بيد الشعراء المبتدئين وشعراء المنتصف كحق من حقوق عليهم هو يحسبها كذا. لذلك هو يستحق فعلا التكريم. قال أبو طيب المتنبي. نعم ونأمل أن تصل رسالتك. قال أبو طيب المتنبي تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الظأن تأكله الكلاب. ويبدو أن هذا المثل يسري
على أستاذنا وفقيدنا محمد الفتيح، كما يسري على الشعراء والأدباء الآخرين. نعم، نتمنى أن تصل رسالتك أستاذ نبيل لمن ذكرتهم، وأن يتم الالتفات حقيقة للشاعر الفتيح ولغيره من الشعراء والهامات اليمنية. شكرا جزيلا لك أستاذ نبيل الحكيمي، رئيس اتحاد الأدباء والكتاب اليمني لمحافظة تعز، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من هناك. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.